وسينطلق هذا الدوري، وبعد الدوريات سيكون إن شاء الله حفل اختتام مع الفئة 2015 2016. هنيئا اذا الشعور ديالك في الحفل الختامي. اولا شكرا سنور دركراكي على القدوم ديالك، دائما حاضر معنا في كل التظاهرات اللي كتديرها الاكاديمي في كل نهايه او اختتام الموسم الرياضي، وكذلك هذه المناسبه ديال ذكرى 25 لعيد العرش المجيد. دائما الاكاديميه الرياضيه للشباب المحمديه كتحتفل به السنين هذه، وهذا الحفل هذا الحمد لله درناه لان مشاركين فيه حتى الوليدات ديال الاكاديمي اللي درنا لهم واحد البطوله تقريبا هذه واحد شهرين، بطوله اللي يعني ب البسه الرياضيه ديال فرق اجنبيه، مثلا ديال باري، ديال ريال مدريد، ديال برشلونه، ديال اسي ميلو، ديال الشباب المحمديه، يعني ودرنا لهم واحد الدوري هنايا اللي كانت فيه واحد تقريبا شهرين. اليوم كان كما حضرتوا معنا النهائي ديال البطوله هذه اللي دارت، وكذلك الاكاديميه اليوم كدير تكريم قدماء اللاعبين اللي حملوا قميص ديال فريق الشباب المحمديه، والمنتخب الوطني اللي منهم ابراهيم قلاوه اللاعب اللي شارك في المنتخب كاس افريقيا 76 اللي فاز بكاس ديال افريقيا، كذلك بتي بشير الابن ديال الباشير اللي تسمى عليه الملعب ديال الباشير، كذلك قاري احمد اللي فاز مع الشباب المحمديه بعده القاب، كاس العرش، البطوله، كاس المغرب العربي، كذلك معنا ادريس بوقنطار اللي كذلك تو فاز مع الشباب المحمديه ببطوله وبكاس. هاد اللاعبين هادو اللي في الاكاديمي فكرت باش دير لهم واحد تكريم اللي هوايا معنوي، وكذلك عرفوهم هاد الوليدات، وكذا هاد التكريم هذا ديال هاد القدماء اللاعبين باش حتى يعطيو واحد يكونوا قدوه لهاد اللاعبين هادو. حساب مبارك سهيل قيصر كيلعب في الاكاديميه الرياضيه للشباب المحمديه، وشكرا للمدير هاد الاكاديميه وولدو اناس وعلموني بزاف ديال الحوايج ومؤطرين تامه، استاذ يونس، استاذ علال، استاذ عبد الكريم، شكرا لهم بزاف. السلام عليكم، سميتي ياسر بوخرطه. سميتي ياسر بوخرطه. هاد الاكاديميه علمتنا بزاف تاع الحوايج، وليت كنلعب مزيان، كنجري مزيان، وشكرا. السلام عليكم، سميتي زيد العراقي. شكرا للاستاذ انس، شكرا لحميد صبار، شكرا لكوتش اللي خلوني نطور في كره القدم، وشكرا الشباب كامله. انا فخور بهذا الوقت، وانا باغي شكرا نحدث في الشباب المحمدي والشباب المحمديه تازمات باحسن حاجه دارتها لينا. سلام، سميتي وسام العربي، وكنشكر كاع لي كوتش اللي درمونا في الاكاديمي، وكنعطيهم تحيه كبيره لهذيك الاكاديميه. سلام، سميتي اسلام صدقي، كنشكر هذه الاكاديميه المحمديه حيت علمتني بزاف ديال الحوايج. اسمي ادم الشماع، من طرف مؤسسة الشباب المحمدية. الشباب المحمدية المؤطرين ديالها ولي كوتش ديالها علمونا بزاف الحوايج، تطورت فيها بزاف باش تعلمت شي حوايج
جديد عندي انا شكرا للمؤطرين، شكرا لكوتش طارق كوتش علال، وشكرا للاباء ديالنا الامهات والاباء. سيد العباوي كنشكر لي باغون والاساتذه ولي باغون اللي تقاتلوا معنا في هذه الاكاديميه، وكنشكر الاستاذ طارق وطارق وعلال اللي زعما علمونا بزاف ديال الحوايج وطورونا. اسمي ايوب الرشقاوي، هذيك الاكاديميه اللي علمتني بزاف نجونغلي اي حاجه، المدربين زوينين ظريفين كلشي. عندي 11 عام، كنشكر نادي شباب محمدي والمؤطرين كوتش منهم كوتش علال ومنهم كوتش طارق، وكنشكر جميع المؤطرين ديال شباب محمدي اللي علموني بزاف د الحوايج، وكنقول كنشكر اللاعب ديال مانشستر سيتي وكنقول شكرا. إياد عندي 6 لعبت 7 سنين كنلقى في قراويين، شكرا لي كوتش الميداليات. وجينا هاد القضيه اللي لعبنا يوما فرح وزوينه، هادشي زوين يوما كلشي زوين هادشي اللي قلنا نفس اللعب. سميتي غالي، عندي 7 سنين. كتدرب مع اكاديميه ديال المحمديه شباب محمديه؟ مزيانين لي كوتش مزيانين؟ سلم لي عليهم، سلم عليهم قول لهم لاباس لاباس. سلم على بابا ماما الاطفال كاملين. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.